إلى بغداد مراسلنا هناك محمد فاضل. إذا رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، أولى الأولويات محاربة كورونا، هل هناك استقرار في الوضع العام في العراق من ناحية أعداد الإصابات والوفيات وأيضا حالات الشفاء؟ نعم رغبة، تباين الأعداد بين الارتفاع والانخفاض، لكنه يعني لا يتجاوز 100 شخص يوميا. قبل قليل أعلن بأن في العراق هناك 63 حالة قد سجلت اليوم، إضافة إلى 24 حالة شفاء، ولا يوجد وفيات. المجمل العام منذ بدء فيروس كورونا دخوله إلى العراق وحتى اللحظة هو 2543 إصابة، منها 1626 حالة شفاء و102 وفاة. هناك حالة من الأجراءات الوقائية تجرى ما بين الأشخاص في العراق، رغم رفع حظر التجوال جزئي من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء، ووضع يومي الجمعة والسبت حظر تجوال كامل لكل العراق.